اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاستر، البرنامج اللي بناكل فيه بنتكلم فيه عن حياتنا، مشاكلنا، تجاربنا، المنا. النهارده جايب صحابي، برضه جايب توفيق عشان يعني ما اعرفش عشان فاضي، كان فاضي عادي. مش عايز تيجي ممكن تمشي. لا انا مبسوط، مبسوط انا بجد. سعيد اني مع خالد النهارده. تمام، ومعانا ضيف جديد، استاذ دكتور معتصم، كونوا شفتوه قبل كده في حاجات بوستس كده كرنج بيقعد عارفين الكونتنت بتاع اللي هو الدكتور اللي بيعمل فيديوز ويروش وكده. والله ما حصل. حلو حلو. ايوه اللي هو مثلا ايه النهارده وانا في العياده خدي قلبي نديها قلبه قلب كده. لا ده كان ستيكر، ده كان ستيكر، ستيكر كان ستيكر لما مش قلب عيان يعني. لا لا كل دي اشاعات صحيحه، بس انت واخد شخصيه الدكتور الكتكوت يعني. صح، ده حقيقي صح. انا حاسس ان الحلقه هتبقى عليك وانت. انا حسيت كده، لقيت شويه انت اول مره قابلت فيها معتصم قال لي مش ممكن انت ازاي بتعمل في الناس كده، انت بتقعد تتريق على الناس كده عادي. انا بترعب لما اشوف الحاجات دي. وحياه امي ما حصلت. والله عادي يقول كده، والله عادي يقول كده، عادي يقول لي اوعى تعمل في يوم حلقه عليا وتتريق عليا. مش بتقول ان انا استغربت ان انت مش وراك اندومي؟ بس انا ما استغربتش حاجه والله. طيب مستغرب حاجه دلوقتي؟ هي دي الحلقه حسيت بقى مش مستغرب ده. طيب جامد جامد حلو. تريب. طب انت ما قلتليش ساعتها اوعى تعمل فيديو عليا مثلا. بس بتهزر. عادي دلوقتي الحلقه تبقى عليك. يلا بينا. عادي دلوقتي الحلقه تبقى عليك. انا مستعد معاك. طب قول لي انت بتقدم عني كرنش. بس حلقه النهارده ممكن تكون مش توبيك معين، ممكن نتفرع لكذا توبكس، بس هي المين توبيك اللي حبينا نتكلم فيه هو توبيك الخناقات. يعني فاكر اول مره قابلت فيها معتصم؟ هو اكيد فاكر، كنا في الشارع بتمشى في وسط البلد وفجاه من لا شيء كان معاه توفيق برضو، لقينا ناس متجمعين وبيتخانقوا صوت عالي ومش عارف ايه. ايه الحوار ده؟ طبيعي. كان مع مين بقى؟ كان شارب، كان واحد شارب، وكان كان واحد مش اي واحد. كان اسمر، كان اسمر، كان عمال يتصورج ويتخانق. يقول انا عشان مش مصري، انا عشان اسود. ايوه فوش قال له اصل انت مش اسود. الراجل هدي. لا اصل انت مش اسود، ما تطلعش نفسك كده. الراجل هدي لما قال له كده. فالخناقه دي مع انه لو كان فايق كان مسك فوش ضربه يعني. كان محتاج يسك. كان محتاج حد يقول له انت مش اسود. ممكن يسمع. فوش برضه يكون بيقول له انت مش اسود من جوه يعني. بالظبط. اسود من بره. جوه ابيض. اتخانق ليه بقى ساعتها؟ هواجي بس معرفش ليه بصراحه. كان عايز يخش الحمام تقريبا. هو هم كاتبين يافطه بره ممنوع النجس. فاحنا بنتكلم عن الخناقات عامة يعني. هل حد فيكم قبل كده اتخانق؟ زمان وعادي تعال نحكي كل حاجه، الخناقات اللي ضربنا فيها واللي ضربنا كله نبدا بمعتصم عشان هو اكتر حد دكتور. اخر خناقه لسه ضربت بنس. هو ثانيه يعني ايه دكتور يدخل خناقه يعني؟ دي غريبه قوي. لا بتحصل بس ضربت يعني ما قلتش حاجه. انا طب ايه اللي حصل؟ كنت ماشي عادي، كنت بجيب اكل وماشي، فبنس سريات طب بنس سريات اشياء شويه، لقيت ثلاث عيال راكبين موتوسيكل كده بيحوشوا علينا كده. قلت له يعني لو ذكر ينزل وبتاع بس ده اللي حد يعني ده اللي انا فاكره لحد هنا. بعد كده عنا بقى سواد واحد قاعد على القهوه ملوش اصلا يعني ملوش علاقه ولسه واخد مني ولاع وزي الفل يعني. في ناس بتخش تزيد كده. ده حقيقي. زيت هضرب. انا بحب اعمل كده، بحب اخش تزيد. انا بخاف بصراحه اخش تزيد اخد. لا انا بحب اقعد اقول له صل على النبي صل على النبي صل على النبي خلاص يا جدع عليا انا مش عارف ايه كده. فهو بيقول لي سيبني. بس انا بقى اقعد بقى انت بتسيب ولا بتمسكه؟ لا بفضل ماسك. اصل في ناس تقوم ضرباك انت. طب انت مالك؟ هم بيفتكروني مع الخصم يعني. طب انت لو مع الخصم هتشيله ليه؟ ما انا مش عارف برضه اغبيه برضه. هتضربه؟ ما اتضربش اكتر حاجات كده بقى. انا بحس اللي هو ايه، انا مش عارف اضرب اللي بتخانق معاه فاروح اضرب اي حد، اضرب اللي بيشيلني وسيبوني يا جدعان ومش عارف ايه واتصورك بقى واعمل قضيه. المهم ان انت اتضربت ساعتها؟ لا اتضربت. بس عشان ابقى صريح، انا مفيش خناقه اتخانقتها تقريبا بعد المدرسه يعني. كل الخناقات كلها قبل المدرسه. كنا خارجين من المدرسه ورايحين درس، في واد كده بلطجي في المنطقه، قام ايه هو بيثبت العيال وبيرفعها والجو ده. قام ايه قال لنا احنا ماشيين شله كده، قال لنا ايه تعالوا فتش واحد واحد فيكم بقى. فجاي فتش واحد واحد، اطلع بجنيه. طابور يعني. موقفنا طابور، اطلع بجنيه. فالعيال بتتعامل يا اسطى معيش وبتاع ولغه الشبحانه دي. يقوم جاي التاني اطلع بجنيه. طب مفيش فكه عدي عند العبد لله.
وعمل لي كده اطلع بجنيه. قمت ايه، انا ما بعرفش اتكلم باللغه دي، قمت شايل ايده كده وقلت له فوق ابعد يعني تمام. فالواد وقف ثانيتين كده متفاجئ يفهم اللي حصل ده بجد. هو مش ما كانش مستوعب يعني، ما كانش فاهم الرد. هو في العاده تطلع بجنيه فاهم، هو جاي عايز جنيه وانا مش فاهم ايه اللغه دي ولا ايه التعامل ده. هو اتخض فاهم، هو ما كانش متوقع ان انا اعمل كده. كويس ثانيتين كده عم يديني شلوت كده تمام، وانا قمت مديله شلوت. هو اتخض اكتر بعد كده. هو ما كانش لوحده، كان معاه بقى العصابه كلها. العصابه كلها واقفه مش فاهمه يعني ازاي في حد بيرد على الواد. كلهم اتخضوا كده، ولا مين الواد ده يا اسطى؟ لقيت لك العيال دي كلها. الواد كان اسمه بيزو تمام، بيزو بيتضرب، بيزو بيتضرب، بيزو بيتضرب من اول الشارع لاخره. الشارع كله يا اسطى كله بيجري عليا، كلهم بيجروا عليا مثلا بتاع 20 30 واحد في الشارع كله. وانا فجاه يا اسطى انا واقف لوحدي مش عارف اعمل ايه. انت طلعت صحابك فين؟ طيب صحابي موجودين بس هيعملوا ايه يا اسطى؟ ناس كتير الشارع كله. وكله بقى يا اسطى ايه، بيسمع حوار، بيسمع حوار فاهم. حوار دي اتعرف اول الشارع اخر الشارع كان سمعها. ايوه تمام. ده كل ده في 3 4 ثواني. قمت جريت، كلهم يا اسطى اتلموا عليا. وبص ضلمه بقى خلاص مفيش بقى. هي دي بقى حاجه تك تك. انت بقى يعني الخناقات اللي انا كنت بخشها ما كنتش مثلا بمسك واحد اضربه، لا كنت بخش ادبش في اي حد في اي حاجه وخلاص فاهم. قعدت ادبش واتدبش فيا وادبش واتدبش فيا لحد ما خرجوني منها كده وسلكت يعني. دي كانت الخناقه تمام. بعديها بيحصل، كان دايما يعني ايام مدرسة بيحصل كده زي بعد ما بعد الخناقه. يعني الخناقه كان ممكن تبقى ربع ساعه وبعد كده يقعدوا يتكلموا ساعتين. القعده بقى والشبحانه ووقفه الناصيه. وانت غلطت زميلي فيا وانا عديتها لك. الحوارات دي انا ما كنتش شايف الحوارات دي بصراحه. كنت مكلم واحد صاحبي قلت له بقول لك انا بتخانق مش عارف ايه. ساعتها كان عندي درس ماس، كنت دحاح بجد. مش ينفع تفوت الدرس. فخلصت كده يا نهار اسود ورحت على الدرس وطلعت على الدرس. فداخل السنتر الناس كلها بتبص لي، هم شافوا الشارع كله، شافوا الضربه، شافوا كل حاجه. مش مصدق ان انا داخل فاهم. هو بجد خلص وحضر جيت داخل الدرس وانا عادي يعني. لحد ما ايه بقى لقيت الحوارات بتزيد تحت. الشارع كله كان منطقه كلها اتجمعت تمام. وفين بقى اللي حصل معاه الحوار؟ في عنده درس هيخلص هيخلص الحصه ويجي. فلقيت المستر بتاعي مستر بيقول لي تنزل تشوف ايه يا ابني، انزل حل يا ابني. وانا يا اسطى ولا ماليش في الحوارات يعني، ماليش في الكلام بتاع الاشباح ده ما اعرفش. بس نزلت بقى قعدنا نتكلم. طبعا كله هري، حقك عليا ومش حقك عليا، وهات راسك ابوسها وهات ايدك ابوسها. كانت في ناس اللي هي لازم واحنا صغيرين يخليك لازم تبوسه. ده حقيقي. ده بالعافيه. مش فاهم ايه الفكره يعني. لو انا كان عندي مشكله كمان في الخناقات لازم تبوسه من راسه يا اسطى. دي بوست المصالحه، بوست الحل. في الخناقات وانا صغير كان دايما كان بيبقى نفسي اتخانق عادي في المدرسه في البدايه. فانا كان ابويا ميت يعني، كل ما اجي اتخانق مع حد كده يطلع حد ما اعرفوش من اللاش كده، لا 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 ده سيب ده عشان ده يتيم فاهم، ده عنده القلب فاهم. فالواد بقى ياخدني يبوس على راسه. طلع نظريه ان اي حد ابوه ميت لو عملت على راسه كده تاخد حسنات. فاي بقى حد سبب الدين بقى في الفسحه حضر يبقى الصبح جاي يقوم جايب بقى يخبر بقى بجد. والله العظيم دي حوار حقيقي. ده بجد والله. لا الحوار بتاع الراس طبعا. لا مش هعرفش اكيد. مش حقيقي. مش حقيقي طول اليوم بقى فاهم. انت قاعد كده اخر اليوم الناس بتيجي بقى فاهم. النهارده سبت الدين واخد كده ايه، بس استخدمتها في مره يعني بجد. عيال سوحوني على واحد كده وانا صغير، قالوا لي تقدر تضرب الولد ده بطوبه وبتاع، كان كبير فضربته بطوبه فجري ورايا. فضل يجري ورايا كتير كتير مش عايز يقف لحد ما وقعت جاي مسكني لسه هيضربني يعني. قلت له انا ابويا ميت. فسكت ما كملش ضرب. بعدين بدات اجود بقول له ابويا ميت في الجامع ومات وهو بيصلي مش عارف ليه يا راجل. والله بدات اجود عشان يرحمني اكتر يعني. رحت وصلني لاخر الشارع. انت كنت طبعا لازم يغفر يغفر ياخد لازم يغسل ذنوبه يعني. انت كنت شكلك من الناس اللي هي الاذكياء. تهرب من الخناقات بالذكاء بالذهاء العاطفي بالابتزاز. انت كنت مانيبيوليتور. تضحك على الناس. تقابل واحده تقول لها انا بقى ميت. بمناسبه الحوار ده كان في يحكيها لك يعني لاي حد برضه. تعالى ناخد الكلام في السكه دي يعني. اللي هو في الفصل بقى اللي هي الرحله بتاعت اللي ابوه ميت دي. كانت في رحله ببلاش كده في اول جمعه من ابريل لو حد عارف يعني. يا راجل. يوم الطفل بيخشوا بيدخل المدرس الفصل كده يقول لك اليتيم يطلع بره.
على طول. يا راجل راح موقفك زي الباشا، مديك قميص قدام زمالك كلهم في شنطه. طب مش عايز يا مستر؟ لا انا مره قلت له مش عايز. قال انت احسن من الناس دي ازاي يعني؟ مش عايز يا اسطى. انت كده بتبروزني ليه؟ طيب ناس مش يقول لا انت مش ابوك ميت كده. لا يا اسطى انت ابوك مش ميت، انت ابوك احسن. دي كانت ابوك عايش. دي احلى حاجه في البدايه عامه يعني. ليه بقى؟ هو الرحله دي مره واحده قال لي يا فين يعني كانت بتبقى في دريم بارك. هي اول جمعه من بريف في دريم بارك. والعيال تحسدك بقى، الواد ده شوف طالع رحله ببلاش. شوف بقى واحد قال لي يا بختك، كان اسمه حسن يعني لو بيتفرج. بعدها ابتدت يا ابو مات عايز اقول له ابسط يا عم. طب انت كنت بتتدرب؟ انت ما حكيتلناش ان انت اتدربت. والله انا قبل تانية ثانوي كنت ضرب مره واحد اداني منشط على ظهري. ايه منشط ده؟ اللي هو ده؟ لا ده بتاع ال بيك. لا ده رحت انا لفف له وبعزم فيا وبالتصوير وبطيء دب في دقنه. في دقنه دب. راح يعني الواد راح كده وبعد كده بص لي وضحك. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش في حاجه. البتاع ما حصلتش. فكرتني بحاجه. انا مره في المدرسه ما اعرفش ليه كنت عايز اضرب واحد صاحبي في وشه، اضربه بالبوكس. يعني كان جوايا احساس كده ان انا عايز اضربه. قلت له عايز اضربك بالبوكس. قال لي ليه يا اسطى؟ قلت له ما اعرفش، حاسس ان انا عايز اضربك بالبوكس. فهو لقى فاكرني بهزر، فقال لي اضرب يا عم اضرب. قمت مديله واحده في هنا كده بجد، عض لسانه او بقه حاجه، حصل له حاجه يعني. بس مش حاجه يعني تألم حبه. انا اصلا وانا كنت طفل يعني مثلا ابتدائي كلها لحد اعدادي كده ممكن امسك حد اضربه بدون سبب. كده غباء. فاكر مره اتخانقت مع واحد في المدرسة كان في الأكبر مني. كنت بعمل حركة ندمان عليها يعني. أنا هقول لكم أنتوا جادج براحتكم يعني. تمام؟ أي حد أكبر مني سن أو أطول مني ضخم يعني وأنا هيضربني كنت بضربه في الضهر. في مرة واد في البريك أكبر مني جه يعمل نمر عليا ومش عارف إيه. رحت مديله. وأنا بقى بقول له ما تهزرش معايا وهضربك ومش عارف إيه. قعد يضحك يقول لي تضربني إيه مش عارف إيه. مديله واحده في رجلي. الواد وقع على الارض وحط ايده على بطنه كده وقعد يتالم، قعد يصوت والناس كلها اتجمعت حواليه يتالم بجد. بعد ما في مره عملتها في حد دخل كده على الشله بتاعتنا قال لي بيسلم عليهم كلهم بعد كده بيقول لي انت مين؟ قلت له انا مين انت اللي مين؟ راح هو يعني اتهز مسكني ايه ضربني قمت ضربه. فالعيال فكت بمنا ومش عارف ايه. في بيبقى في اللي هي قعده كلام الاشباح اللي بيحصل دايما بعد الخناقه دي. فاكر والله بالظبط كنا في ملعب فولي شبكه في النص كده. فهو عند ورا الشبكه دي وانا ورا الشبكه الناحيه الثانيه وتقابلنا عند الشبكه بالظبط. يعني انا هنا كده وهو وشه الناحيه الثانيه في الشبكه. انا ساعتها كنت بتفرج على بسرعه كتير. ايوه فعارف بسرعه لما يجوا يتكلموا ده قصاد بعض فجاه يوم حد ضرب حد. فانا كنت متاثر بالحوار ده. فانا قلت هسهين واقعد اتكلم معاه عادي واكيد امي ايه مديله واحده. فوالله يا اسطى قاعدين بنتكلم عادي قمت بوديله واحده من تحت الشبكه. الواد بقى مش اتألم واد اتعصب حول الالم لعصبيه فمسكني فشخني. اصحابك طب ايه اللي هو اتألم قوي عايزين ضرب بقى فاهم. ساعتها بقى حد قاعد يتكلم معايا يعني تقريبا كان اهلي ساعتها قاعد يقول لي ان الحوار ده ممكن يخلي حد ما يخلفش. فخلاص بقى ساعتها قررت ابطل يعني. ازاي ايه؟ انا مره سواق تاكس ماشي حالي والله في حارتي. سواق تاكس ده الكلام ده قبل ما ابدا بوكس. بقى انا ماشي في حارتي لقيت سواق تاكسي بيكسر عليا. انا ايه رحت انا كمان كسر عليه يعني ما فيش حد احسن من ده. فلقيته بقى كان ايه ان هو راكب معاه واحد وراح شاتمني بالمورس كود بيب 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 بيب. رحت انا رحت بيب 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 شتيمه بجد. رحت جاي قدامه ورحت مفرمل ورحت نازل بقول له ايه يا عم ينفع كده؟ وهو يقول لي ايه يا عم انت ليه ينفع كده؟ فضلنا نقرب من بعض محدش فينا عايز يبتدي. بدنا نقرب 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 اقسم بالله العظيم نقرب 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 لغايه ما بقيت حاطط قرطي على قرطه وبوست في بقه. لا اقول لك حاطط قرطي على قرطه واحنا الاثنين قاعدين نزق بعض كده كانت ديو. والله العظيم قاعدين نزق بعض ونزق بعض. ما حدش فينا بيضرب ولا حد فينا بيشتم احنا ساكتين. عارف الميم اللي هو الضرب اخترع سنه كذا؟ بس قبل الضرب. والله العظيم وقاعدين نزق يا اسطى يعني خناقه جديان مش عارف يعني. ايوه بعد كده اكتشفت ان عيان مفيش حاجه. لا بعد كده الراجل اللي كان راكب جنبه جه فضل خناقه وانا ركبت عربيتي وراكب عربيته من غير ما حد يتكلم. انا بقيت ما اتخانقتش. هل دي ماتيوريتي مثلا؟ تعرف انا من بعد ما اتعلمت بوكس وانا ما اتخانقتش مع حد عشان القوه مسؤوليه جريت باور.
comes great responsibility. خلي قال لي كده عاقل والله عاقل معاك القوه بس مش هتستخدمها بس بالظبط يعني ما عنديش اي هو هل البوكسنج ليه علاقه بالخناقات طبعا انا مش مقتنع يعني طبعًا. انا ابقى في خناقه مثلا وصوابك وبس اقعد اعمل له كده طبعا 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 هيقوم واكلني كفي لا 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 الحاجة الوحيدة اللي بحس ان هما كانوا بينفعوا في الخناقات اللي الرياضة اللي هي بيمسكوا فيها بعض من البدلة دي ويوقعوا بعض دي الجودة باشا جودو هي دي هي خناقات الشوارع دي عشان هي دي فعلا فعلا لا خناقة لا مفيش كده الواد اللي كان بيلعب جودو اللي عرفه زمان فعلا كان بيخش اي خناقة يمسك الواد يوقعه الارض والله لا هو بيتدرب على كده ايوه انا كنت احب انسى عروسيات قوي كنت متأثر جنب محمد رمضان كنت بعمل دماغي في انا ما كنتش مقتنع بحرب الروسيات ده بصراحة بحس يا نهار السويد يا بص انا عايزك تشوف تعالى بص كده ماشي تعالى نعمل واحده تعالى لا تعالى بص بلاش والله يعني بص هتلاقي هنا عادي بص شايف بقى دي من كتر الرصيات ساتر والله العظيم كان دماغي تشويت بخاف لا 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 لما انت ما بتضربش في راسه عشان راسك وراسه مناخيره كده دوخ طب مناخيره جايبه دم يدوخ بقى لا انا كنت بضرب في الراس انا فكرتني بواحد صاحبي اللي كان بيلعب جودو ده تقول له حاجه كده يعني ان هو ما بيعرفش يضرب بالروسيه امسكت الدنيا واحده في مناخيري يا نهار السود مناخيري بقى دم طول اليوم عليك او كده لا بس ضفت طلعت بره عند مشرفه الدور وقعدت على الكرسي بتاع كده عشان الدم يخش لجوه تعرف الحركه دي تموت بجد صح انا عارف انا ما متش عادي لا حتى في الريست عشان الدم بيتحشر في الايه قول والله العظيم انت قايل بيتحشر في الايه في يا ابني لما تعمل كده في الايه بيتحشر في الايه يا اسطى في وريد لازم ايوه من بين البتاع الايمن بتاع المخ زرطان لغايه لا يا استاذ اسمع مني والله يا استاذ عم ده دكتور يا عم اسمع مني والله لازم تصدق اصل اقول لك على حاجه انا في البوكس انا دارس الجسم الانسان برضه عشان اعرف المناطق اللي انا اضرب فيها لا هو بيديك بوكس في بطنك كلها في الكبد عندك كبد عندك كليتين طب الكبد دي بتوجع يعني دي يا اسطى انت نفس امال ليه بيقولوا القلب اكتر حاجه بتوجع لا طبعا القلب لما تنجرح نعمل فايت اقسم بالله لا تيجو ريست تعال ريست يلا ريست يلا هو ده هو ده ايوه هو ده يا اسطى بس هي دي اسمها ريست دي لا يا اسطى معلش هو كان واقف بس تعالى بالشمال خالص تعالى بالشمال يا باشا كسبتين ريست يا باشا تعالى لي بقى تعالى لي تعالى ننزل تحت بقى فاهم ونقلع نعمل فايت كلوب تعالى اقسم يلا ممكن نحكي قصه حزينه بما اننا بنتكلم عن الموضوع ده ماشي طب قبل ما تحكي قصه حزينه عشان احنا عدينا تقريبا نص الوقت في فقره بناكل فيها وانا بحكي لكم حاجه تمام فبروديوسر جايب لنا النهارده هشوف جايب لنا ايه ماشي يلا دي ابل باي تمر دي حاجات حاجز رمضان حاجات رمضان جايب لنا شنطه رمضان جايب لنا معونه كديكو كيس ودي هي جينجر اند سينمون ميني كوكيز ادوق واحده وبعد كده هو كل الناس كان معاها مش يعني فانت كله يعني كل ما انت كل يعني كل واحكي بقى القصه بقى اللي انت هتحكيها قصه خلي بالك في حاجه كل الناس كلها بتقع فيها هنا ان هم بياكلوا بينسوا الكلام اصل الموضوع ليه علاقه بكده وانا حاسس ان انتوا قاصدين يعني بس ماشي بجد ايه انت في ضربت في مطعم كوكيز قبل كده خالت الدرف نولا كافيكس مثلا خالي مع كشير عايز ياكلك كافيكس بالعافيه مثلا يقوم طالعين بطاقيه كده واكل لك حلقه كنت بقول ان انا رحت اتدرب الراجل بتاع الكونغ فو اللي حكيت لك عنه بتاع النت والحلاقه ده كنت رايح اتدرب عنده عشان كنت عاوز اخد زي الليمبي كده كنت عاوز اخد حقي من عمي يعني بس لا 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 والله لا والله لا عشان خاطر انا كنت عاوز اخد حقي وكده
ارجع بقى الكرسي وكده. بس يعني رحت قلت لك رحنا بقينا بنتضرب بالخشب مش بنتعلم اي حاجه، فكره فاشله بعنفكم يعني. فخدت اتجاه تاني، اشتغلت بقى في المحل بتاع عمي بتاع البقاله، وبقيت اسرق منه. ايه خدت كل ورث سناكس اقسم بالله كله، كل يوم اسرق شيبسي وكاراتيه وحاجات زي كده. هو ايه الكيرف الغريب ده؟ كان في حد كنت مظلوم في الاول، كنت راح تتعلم فنون قتاليه عشان تاخد حقك، حقك من حد شرير. قريبي قريبك ابويا. حوار الفنون القتاليه ما نفعتش، ما نفعش، فاضطريت قلت استخدم الذكاء بقى. ده انت مو انت مو انت دكتور يا ابني، ده شكله سباي. فقررت انت دايما عامه من كل قصصك واضح ان انت ما تاخد حقك بالدراع. ايوه فبتشغل دماغك، بياخدها بالذكاء بقى، بياخدها بالذكاء. فكرت تشتغل معاه وايه تسرقه وكده وتاخد حقك بالذكاء يعني. بس هو اخدت يعني خدت ايه، خدت حاجات زي توينكيز بسكوت كاجو. خدت كاجو؟ لا بس عاش يا اسطى والله، خدت حقك، خدت حقك. انت حاسس ان انت كويس دلوقتي؟ لا ليه؟ لا والله عامه يعني انا اتبسطت ان انا بالحلقه دي، اتبسطت ان احنا فضفضنا لبعض وقعدنا قعده رجاله، اتكلمنا عن حاجات رجاله. اتبسطت بس مش بعتش يعني. ليه؟ ولا انا يعني ليه؟ انت قلت جايب حاجات للضيوف وكده وانتوا ركلتوها. احنا قلنا ايه صغيره، ما في كرو ورا جايب الحاجات وبتاع. انا مش شايف اي كرو يعني، مش شايف غير ده عمال يوم يقعد على كل حاجه كل شويه. انت بتغلب بقى في الناس يا رب. انت عايز تتخاني ولا ايه يا عم؟ انت عايز تتخاني ولا ايه يا عم؟ ايه يا جدعان؟ يلا بقى يلا بينا يا عم. يا عم الاهلي الله، يا جدع مين الاهلي الله.